قوم يا عم الحاج يلا يا عم يلا تعالى يلا الله يلا يا عم الحاج قوم ثابت اما قول ثابت يعني ثابت دلوقتي احنا داخلين على معركه قويه جدا داخلين على اعداء الوطن واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم فاحنا لازم ننتقم بلادي 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 لك حبي وفؤادي قوم ورايا انا خير يا بيه في من صاحب الدوار ده دوار الحدايد يا بيه وانا كبيرهم انت كبير الحدايد ايوه يا بيه اتنشروا اتنشروا طلعوا كل اللي قدامكم في المكان فهمني يا بيه ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايد ها مصر الجديده معدومه ليه دلوقتي بالبانة موتها بتضايقني تخيل بقى هعمل فيك ايه ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده لقيت ايه عسكري انك ليه جوه في الدوار مخدرات وسلاح وبودرة مش سامع مخدرات وسلاح وبودرة اخيرا وقعت يا ابو حديدة هتاخد حكم مش اقل من 20 سنة قبل الميلاد خلي بالك انت هتقع تحت طاولة القانون انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديدة تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكو انا كنت ممكن اخرجك من القضية كلها انما للأسف القضية لبسك لبسك يا ابو حديدة نفسي الاقي بس كده حاجة تقول ان ده مش بيتكم معلش انا اسف يا ابو حديدة هاتوا يا بيه البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له الحجج اه فين الحجج ده عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا قال فين الحجج اه يا بيه وريني كده ده انا حوزة يا وحدان ده ده اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السودة يلا رجالة بينا بينا على وحدان نجيبوا اللي يلا اجري وخلاصة القول يا سيادة الرئيس بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقونه فيصبح القتل دفاعا عن النفس أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية سيد الرئيس إن صدري قد اكتفى وأترك لعدالتكم الحكم وشكرا سيادة الرئيس وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي رفعت الجلسة الله حسبي الله في كلامي حسبي الله